بجدد التحية لحضراتكم في البيت الكبير. أول فقراتنا الحوارية هتكون مع الناقد المتميز ورئيس تحرير جريدة أو الناقد في جريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري اللي دايما بتشرفنا. أستاذ محمود إزايك؟ صحبتك أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ تانية؟ أقول تايتل تانية؟ مش رئيس تحرير مدير تحرير جريدة الأهرام. الله يخليك وإن شاء الله تكون رئيس تحرير يا رب يعني فالخير يعني إن شاء الله منورنا بالكبير يا أستاذ محمود. عندنا بعض الملفات عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، أهمها طبعا ملف النادي الأهلي إن شاء الله لمباراته واستعداداته ليوم السبت. كمان عندنا على الشكل الدولي منتخب مصر، عندنا كمان خبر حلو خلاص الأولمبياد إن شاء الله بيستعدوا ليها بشكل كبير جدا، نتكلم برضو على منتخبنا الأولمبي وبعض طبعا الأخبار على الساحة الرياضية الموجودة النهاردة في مصر. نبدأ بالنادي الأهلي واستعداداته للمباراة المهمة جدا جدا أمام فيتا كلوب يوم السبت إن شاء الله. نعم، مباراة مهمة جدا طبعا، محتاجة مزيد من التركيز طبعا بعد ما حصل في تنزانيا في مباراة سبة تنزانيا، أكيد عملت رد فعل في الشارع الأهلاوي بالذات كمان. صحيح. أخذت عملت صد ورد، ولكن يعني عاوز أقول القدرة على امتصاص حالة الغضب الكبير اللي حصل من المباراة وخروج أغلب اللاعبين بظهورهم بعيد عن مستواهم نتيجة تلاحم المباريات، برضه عاوزين نقول الناس يعني لما تتناول المسائل تتناولها بنوع من العقلانية، ومسألة المطالبة بأنه موسيماني يقعد موسيماني يمشي الكلام ده مش في الأهلي يا جماعة. صح. ولا في حسابات الأهلي الكلام ده، ولا وعدت ناس تتكلم من النهاردة لغاية السنة الجاية مش هيحصل، لأنه لو كان الأهلي يدار بهذه الفكرة ما كان وصل إلى ما وصل إليه الآن. الأهلي أكبر وأعمق من كده، إدارته وعندها من الخبرات وتحمل وامتصاص الصدمات بصورة أو بأخرى، بتبقى العملية يعني ما بتبقاش فيها رد انفعال، لا بيبقى فيها نوع من الهدوء. ولو عايزين نحكي في التاريخ وفي الحواديت وفي المواقف هنقول كلام ممكن الناس ما سمعتش عنه قبل كده، لا مباراة سيمبا كانت درس مهم جدا، ودرس للعيبة أولا، ثانيا درس للجهاز الفني، لأنه في حاجات كتيرة وتقبل النقد بصورة أو بأخرى شيء مطلوب طالما هذا النقد يتم بصورة إيجابية ليس صورة سلبية. صحيح. مش مطالب إنك نهيل التراب عشان نتيجة مباراة واحدة، ده فريق أول مرة يخسر، أول مرة يخسر مباراة، الناس كأنه نسيت، ناس بتتكلم كأنه الأهلي مش من ما جابش البرونزيت مونديال الأندية يعني برضه يعني المسألة الحسابات لا مختلفة. الجهاز الفني أكيد أكيد لازم يكون درس اللي حصل، أكيد يكون عنده حسابات مختلفة، أكيد في حاجة في ضغوط اتعرض لها، ده كله مش هيكون مبرر ليه أكيد، وفي تصحيح للخطأ ودراسة الأمر زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، قلت لك بعد المشاركة في مونديال الأندية بالدوحة كان يتوجب أن المشهد بصفة عامة وفارق المستوى في الكورة اللي بيننا وبين البايرن كانت واضحة أن الحاجات دي بتبقى في محل دراسات، وأنك تتم إمتى تخطو الخطوة المهمة جدا وتبتعد عن كل الكلام ده وتروح تقرب من المسافات، انك تبقى عندك كورة بتقدم كورة سريعة ومختلفة، والكلام ده مش هيجي في يوم وليلة. أيه. هيجي محتاج العملية محتاجة شغل، محتاج بناء كبير يتم، ما بيتمش في يوم وليلة وفي ساعتين وفي ثلاث ساعات وفي سنة، لا ده شغل كبير جدا وشغل مش مدير فني، ده أجهزة ولعيبة ويعني مجموعة عمل متكاملة وأجواء مناسبة. مباراة سيمبا كانت درس مهم، كانت نقطة وصدمة مهمة جدا حتى يستفيق الفريق بصفة عامة قبل الدخول في المعمعة، انت عندك موسم طويل ما بين دوري ما بين كاس اثنين على المستوى المحلي، دوري ابطال افريقيا والبطولة والحلم للوصول للعشرة، عندك كمان هيبدا المنتخب الوطني تصفية امم افريقيا، عندك هيبدا تصفية كاس العالم، كل دي مشوار ومباريات مباريات كتيره جدا، ويمكن جداً. في البيت الكبير عرضنا يعني عرضنا من محتاج في الحاله دي انه كمان الجهاز الفني الجهاز الفني يكون عنده الثقه والقدرات في انه مرحله تدوير اللاعبين. صحيح. انك انت ازاي يبقى عندك عناصر ثابته في مباريات افريقيا شكلها ايه، وعندك في الدوري المحلي عشان ما يحصلش على طول، لانك انت هتلعب 10 مباريات في 27 يوم لما تمسك الجدول مثلا في الفتره دي صعبه جدا، يعني مزبوط. محتاجه قدرات ومحتاجه كمان لما تلعب منافسين ما عندهمش الضغط اللي عندك يعني ايه، فتبقى في نوع من الاريحيه بالنسبه لهم، محتاج انك انت اللياقه البدنيه للصفاء الذهني يعني الجمل هيحتاج شغل كبير جدا. فمباراه سيمبا كانت نقطه وكانت يعني صدمه ايجابيه من وجهه نظري في وقت مهم جدا،
لانه اللي حصل في سيمبا ما كان يجب ان يحصل مع فريق بحجم النادي الاهلي. لو كان يعني مباراه فيها كثير من الامور اللي نقدر نتكلم فيها او الناس اتكلمت فيها، لكن مباراه فيتا كلوب مباراه صعبه لان دي مباراه محوريه نحو التاهل جدا، لانها هتلعب مع فيتا مباراتين بست نقاط، لازم تحسم على الاقل هنا في ملعبك ان شاء الله يوم السبت 3 نقاط حتى تذهب لمباراه العوده بتفكير مختلف، تفكير الناس هتنتظر من الفريق في مباراه العوده يكون الشكل عامل ايه كمان. المباراه اللي جايه كمان اهميتها ان كمان انت لسه بتتكلم في تلاحم المباريات، النادي الاهلي تقريبا يعني هيلعب كل 3 ايام مباراه. فيتا كلوب طبعا بعد فوزه على المريخ بنتيجه كبيره جاي بثقه وجاي قبل كمان ميعاد المباراه باسبوع. بالتالي كمان هو مريح ومركز كويس قوي، جاي مصر عشان بيحضر وبيدرس وبيشوف وهيتفرج وهتجيله الشرايط وهتجيله الكلام ويسمع وهيبص على المشهد بصفه يعني. عامه وكده هيتابع ويقدر يعمل اللي هو حاله انه استعداد للمباراه مهمه جدا. فمباراه الخطوه فيها مهمه جدا، يعني على فل التركيز والجميع ينسى اي خلافات ينسى اي مشاكل، التركيز في الملعب لانه الفوز في مباراة فيتا من وجهة نظري مش 3 ولا 6 نقاط هيبقوا، يعني من وجهة نظري لانه مش هتكلم عن المباراة الثانية، لكنك انت تخطو وتقلل امال فيتا كلوب قبل ما تروح تلعب على ملعبه ده شيء مهم جدا. هو بيقول لك احنا مش خايفين من الاهلي، مدرب فني بيتكلم واحنا مش كل ده الكلام على عينه وعلى راسه، لكن الملعب حاجة ثانية. المباراة صعبة، مباراة مش هتكون سهلة، تبقى محتاجة تركيز من موسيماني، ايضا اللاعبين لازم يكونوا عارفين خطورة الامر لانه الماتش كمان بتاع الدوري مع الطلائع، شوف الماتش كان عامل ازاي والفرقه وتوفيق يعني الشناوي كان في سبحان الله تألقه وحضوره جاي في المباراه عمل يعني حاجه كويسه جدا، لكن اللعيبه الباقيين رغم الجهد لكن محتاجين وقفه مع النفس، يعني في ممكن الجانب البدني، هل في ارهاق، هل في تفاصيل احنا ممكن ما نعرفهاش، لكن عاوز اقول انه يا جماعه لا الاهلي لا انت لازم تكون بس كان مكسب مهم قوي ده طبعا. لا يعني لا لا انا, ده أنا ده بحط نفسي برضو مكان اللعيبه، اعتقد مجهود بدني بيحصل بشكل كبير، كلنا بنشوف ان تاني ان الاداء ما كانش على المستوى المطلوب، لكن دايما بتبقى النتيجه هي الاهم، وخاصه انها قبل مباراه مهمه. يعني تخيل معايا لو النادي الاهلي مثلا تعادل لا قدر الله مباراه طلائع الجيش او حصل خساره، الشكل المعنوي بيختلف تماما، ودخول على مباراه مهمه محتاجه فوز، والفوز بيجي في الدقيقه 90 كالعاده، فدوت حاجه بتدي موتيفيشن وبتدي امل ان شاء الله ان الروح دي تستمر. يعني ما دي شخصيه البطل يا كابتن، انك انت بتستسلمش وما تفقدش الرغبه في ان تصل للنقطه اللي انت عايزها، فبتقاتل حتى اللحظه الاخيره، ونتيجه الجهد والعمل المتواصل في الملعب وانك انت ضاغط وبتاع، وحتى لما حصل عندك اكتر من هجمه مرتده كان عندك حارس عملاق حاضر ربنا يوفقه في انه يتصدى في لحظات حاسمه جدا كان ممكن تتقلب فيها نتيجه المباراه، كل ده يؤكد على انك انت لا يعني اللعيبه برضو يعني يمتزج بيها روح البطل في الاوقات الصعبه، فيظهر المعدن الاصيل للعيبه الاهلي الاصرار. لكن لو انت لو فرقه عاديه واستسلمت وخلاص ويلا وراضيين بالنتيجه 1-1 ونحافظ وخلاص وقف ورا مكان ما يبقاش ده الاهلي. مش ده الاهلي. لا ما هو الناس بتزعل ليه؟ الناس تزعل يعني شوف انت كان رده الفعل ازاي في مع البايرن، الناس كانت عاوز نفسها تشوف فرقتها انها تهاجم، يعني هم ايه عارفين القدرات والفارق لكن نفسهم يشوفوا هجمه، نفسهم يشوفوا يحس ده هو ده الاهلي، يعني طيب. ناس عندها قناعات وايمانها بالبطل بالصوره دي عامله عندها المشكله دي، عند ناس عندها المشكله دي ان ايه لا انا مش لا يمكن اقبل الهزيمه، لكن هي في الرياضه اذا لم يكن هناك اخطاء ما مش هيبقى فيه انك انت تبحث عن الطريق صح، الخطا بيعلمك انك انت بتتعلم من في مشوارك ازاي تصحح عشان تبقى بطل وتصل للقمه. فمباراه الطلاع كان مباراه مهمه مفصليه جدا، ودايما الاهلي بيديك في مشواره حتى في المسابقه المحليه حتى وفي دوري ابطال افريقيا بيديك لقطات تفقد فيها الامل ثم يعيد لك الامل مره اخرى. مباراه سيمبا انا يعني وجهه نظري لابد ان تمحى من الذاكره، طيب مباراه وعدت يعني، وتكون مباراه فيتا ان شاء الله يوم السبت بدايه جديده، بدايه قويه، مزيد من التركيز ان شاء الله، التوفيق. طب رؤيتك للمجموعه ديت، مجموعه يمكن بعد الجوله الثانيه اشتعلت، يعني طبعا بخساره النادي الاهلي فوز فيتا كلوب على المريخ، مباراه يعني المجموعه اشتعلت، انت شايف نبص لقدام، انت شايف ان شاء الله ترتيب المجموعه باذن الله الاهلي يكون متصدر، مين ان شاء الله باذن الله يعني مين يكون موجود مع النادي الاهلي؟ عندنا طبعا سيمبا وعندنا فيتا كلوب، يمكن المريخ اماله ضعف، المريخ خلاص اماله ضعفت بصوره او باخرى في يعني هزيمته على ملعبه
كانت مفاجأة بأمانة، مفاجأة بالنسبة لي أنا شخصيا يعني، حتى رغم خسارتهم من النادي الأهلي هنا 3-0 إلا برضو يعني فرقة يعني لعبوا طبعا. آخر 10 دقايق ربع ساعة، واحدة في القائم واحدة في وأكتر من كرة تصدرها شناوي، فحسيت إنه في إيه، لا فرقة عندها يعني أمل إنها ممكن، لكن مفاجأة وصدمة وأنا رباعية على أرض في الخرطوم على مودرمان، لا ما يعني يعني قضت على الامان. فاعتقد ترتيب المجموعه هيكون المنافسه في مباراه يوم السبت يا كابتن هاني، مباراه هتحدد برضو خريطه المجموعه، ومباراه سيمبا مع المريخ برضو، المباراتين دول هم ايه نقاط مفصليه. هيبقى اذا سيمبا تمكن انه يواصل الاداء، وان هو انا ما اعرفش المباراه الثانيه في تنزانيا ولا في الخرطوم، يعني لو فاز خلاص سيمبا خلاص يبقى عدى، لو كسب هيبقى عنده 9 نقاط خلاص كده متصدر. هيبقى الصراع يعني ان شاء الله الاهلي يجتاز فيتا، ومباراه الاهلي مع فيتا الثانيه بعد المباراه اللي جايه اللي هي العوده هتتضح ملامح بعد الجوله الرابعه يعني. بعد الجوله الرابعه هتتضح الملامح مين اللي هيبقى الاول، لانه كمان بعد كده انت عندك سيمبا جاي بقى هيجي لك هنا بقى في القاهره طبعا. هنا بقى المباريات هي هنا اللقطات اللي هي هتبقى ايه، الفوز هنا على فيتا يديك الامل ويضعف الامال، وخلي مباراه العوده مع فيتا تبقى صعبه جدا كمان. ده طرح مسؤوليه برضو تاخد بالك منها يا كابتن الكلام حقيقي. اتكلم على انه المباريات اللي بتقام العصر، وانك انت ليك فتره ما بتلعبش في الشمس، بتلعب دايما كل مباراتك ما ايه مساء يعني. واعتقد انه ما اعرفش فيتا هيلعب مباراته، هو سيمبا والمريخ هيلعبوا المباراه الاولى في السودان والثانيه هتبقى في تنزانيا. طيب يعني ممكن وارد كل شيء وارد، لكن وارد في الكوره يعني خلي بالك، هو النادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي بيبص لنفسه بس يعني. احنا ان شاء الله باذن الله هتكسب ان شاء الله بره وجوه، وترجع ان شاء الله تكسب مباراه هنا في مصر، انت لازم يبقى انت متصدر المجموعه ودايما تبص لنفسك. المباراتين دول لازم الست نقاط دول يعني على الاقل، مش عاوز اقول تطلع بالسته مفيش تنازل عنهم، او تطلع بالاربعه على الاقل، على الاقل طبعا على الاقل انك انت عشان تحافظ على لكن فوزك ان شاء الله هنا وعمل نتيجة إن شاء الله إيجابية مع فيتا، والفوز على فيتا يعني إذا كان سيمبا فاز عليه مش هتفوز أنت على فيتا، أعتقد الأمر يعني محتاج تحضير بشكل مميز، والأهلي عنده قدراته إنها تقدر إن شاء الله تعمل نتيجة. بس هو نعدي المرحلة هنا، بعد مباراة هنا هيبقى تتضح ملامح الفريق، هتشوفه قدامك أكيد هم إن هم جايين بدري وعارفين لك يعني خلاص تعالى نحضر ونروح نعيش الجو هناك ونتأقلم وبتاع ونشوف ونذاكر ده امر خلي بالك يقول لك ان هم مش هيجايين، المباراه مش تبقى سهله، مباراه صعبه جدا، ولازم لعيبه الاهلي يبقوا عارفين كده انه هيواجهوا منافس شرس عنده طموح هو الاخر في ان هو يذهب بعيدا في البطوله. انا كنت بتكلم يمكن في الانترو من اهم النقاط ان شاء الله النادي الاهلي يلعب عليها، انه على الاقل الشوط الاولاني يعني نحاول بقدر الامكان يكون في هدف، ده هيريحنا جدا لان طول ما الوقت بيعدي، وخاصه هم طبعا بالنسبه لهم لو خدوا نقطه يبقى مكسب بالنسبه لهم، لكن في اعتقاد الشخص النادي الاهلي لازم يبقى في ضغط من قدام بشكل عالي جدا من بدايه المباراه. الجزء اللي شفناه في مباراه طلائع الجيش الاخيره اخر 10 دقائق النادي الاهلي هو اللي يبدا بكده، يبدا بالضغط العالي، يبدا بالهجمات، ونبدا نستريح شويه، لان في بعض المباريات بلغه الكوره الشوط الاولاني بيهرب مننا ونبدا الشوط الثاني بشكل افضل شويه، ولكن عايزين نريح من بدري، عايزين نستريح من بدري. كابتن عدم تسجيل الاهداف يديهم هم القوه والاصرار والتمسك بالامل، فانت محتاج زي ما بتقول حضرتك كده بالظبط، لابد ان شاء الله يكون التوفيق حليف اللعيبه يعني في المباراه ان هم يحاولوا يخطفوا هدف مبكر، هدف مبكر بيصيب المنافس خلي بالك بالاحباط، وبيديك انت قوه انك انت تزود غلتك من الاهداف، وده بيديك دفعه طبعا يعني معنى. فانت عاوز اقول لك انه من البدايه احراز هدف مبكر هيكون اثاره يعني ايجابيه كبيره جدا على الفريق، بتهدي اللعيبه وبتديهم ثقه ان هم خلاص يتمكنوا من احراز الهدف الثاني والثالث. فده لكن تاخير عدم يعني زي مباراه المريخ، شوف انت على جمله الفرص الضائعه في مباراه المريخ في الشوط الاول كان عامله ازاي ماشي، ولكن انت شوف بدايه الاهداف جت من كام، من بدايه من بعد دي 54 54 وكانت 60 وبعد كده وضيعت برضو اكتر من ايه من فرصه، والحكم حرمك من ضربه جزاء واضحه مش عايزه كلام. فعاوزه مباراه فيتا لابد من البدايه قتل المباراه باحراز هدف مبكر حتى يحرم الفريق ان الا يدخل في المباراه بشكل او باخر، يبقى عنده طمع، وانت في الحاله دي هيبقى في صراع بدني وقتل
قوي جدا وصراع على الكره، فاعتقد انه ده كله في الحسابات اكيد. مستر موسيماني عامل كل الحسابات في الكلام ده، واكيد اللعيبه حاسين باهميه. واحنا شايفين طبعا والساده المشاهدين ده طبعا جزء من تدريبات النادي الاهلي استعدادا للمباراه. عايز اكلم حضرتك على الغيابات، لسه ما زال غياب علي معلول وغياب وليد سليمان للاصابه، ويمكن كان في راحه يمكن لمحمد هاني والشناوي اليوم اللي فات او اليومين اللي فاتوا، لكن رجعوا للتدريبات بشكل قوي. تفتكر الشكل هيبقى ازاي في مباراه فيتا كلوب على مستوى غيابات علي معلول وليد سليمان؟ شايف ان ممكن موسيماني يبدا برغبه هجوميه على مستوى التشكيل، ولا هيبدا كالعاده ممكن مش هقول بتحفظ لكن باتزان شويه؟ يعني انت شايف الدنيا ده هتبقى راحه فين؟ هيبدا باتزان، مش هيبدا يعني اكيد هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب مباراه الطلائع اذا كانت التغييرات في حدود المسموح بيها يعني، لكن هو نفس التشكيل يعني يبدا بالسوليه وحمدي فتحي مثلا في وسط الملعب، ولا انت شايف انه يخش ديانج؟ انا جديده مش عاوز اقول، بس المباراه اللي زي دي محتاجه ديانج، محتاجه ليو. انا يعني هو طبعا اي مدير فني ويعني انا بشفق عليه برضه يعني، انا بتكلم صحيح. انت لو مكانه بشفق يعني عنده ثلاثه محتار فعلا ان ياخد، لكن محتاجه بامانه في المباريات اللي زي دي محتاجه اليو ديانج تخلص المباراه وبعد كده تفكر في تبديد. يعني انت لازم سياستك كده، هو مدير فني هو الاضرب بالحل، لكن اليو ديانج كمان محتاج يزيد، لانه بامانه هو الفتره دي لسه ما عديش بالصوره اللي انهى بيها الموسم الماضي. يعني الموسم الماضي كان في قمة الحيوية والنشاط والانطلاقات والسرعة والقوة والكلام ده، فمحتاج أكيد في محتاج شغل كتير جدا كابتن هاني في المباراة. فمثلا معرفش هو هيلاعب مثلا حمدي فتحي وأليو ديانج، ولا السولية وأليو ديانج، يعني هتب ولا فتحي وأليو ديانج، يعني معرفش. هو برضو في موازنات طبعا، في موازنات. المدير الفني هو الأضرب بالمجموعة دي، لكن انت عندك يعني مثلا الخط الخلفي مثلا برضو مدة غياب علي معلول طولت يعني. يعني انا برضو اسألك على حاجة في حكاية علي معلول، هو مش علي معلول كان المفروض المدير الفني عاوز ينزله يشوط ضربات جزاء في بالميراس مش ده اللي حصل المشهد؟ انا مفكر في المشهد ده من امبارح. بس يعني هو يعني هتقول لي ضربه الجزاء مختلفه عن مثلا؟ لا طبعا، هو البرنامج التاهيلي بتاعه يمكن طول شويه، عايزين يطمنوا بشكل اكبر شويه، فمستنيين. هو دايما لازم اللعيب يبقى 100% سليم. دي حاجه ماشي اوكي. مثلا عن معلول طبعا، لكن عاوز اقول للناس يا جماعه برضو لازم تعذر يعني واحد زي محمود وحيد، يعني ما بيلعبش دي فتره، وكونه يشارك، جات له الفرصه انه يشارك وعلي معلول مصاب، فلازم الناس برضو تدعم. يعني ما يبقاش ايه، انت مش مطالب انك انت هتاخد منه افضل حاجه، لكن كونه انه ياخد جراءه، والولد عنده قدرات وامكانيات، ولو مثلا اديته فرصه يلعب مثلا 10 مباريات متتاليه هتتفرج عليه وهتشوفه بشكل. فاعتقد انه الناس برضو يعني اللي قاعد على المكتب او اللي قاعد بيحلل او اللي قاعد شايف الحاجه، مش في الملعب، اللي في الملعب حاجه تانية غير اللي بره، لانه المساله مش سهله زي ما الناس اكيد مش سهله. هو يعني برضو مظلوم في عمليه المقارنه، لانه بيتقارن صعب جدا تقارنه مع علي معلول. علي معلول اصلا انت خلاص وصل من الخبره طبعا. علي معلول بيروح في اماكن ما بيروحش فيها غير راس الحربه، تلقاه في منطقه الجزاء واقف على الحدود بالميكا، تمام مظبوط. يعني خلاص اتمرن تاني، يعني ايه عاوز اقول لك ايه، يعني عليه ضغط كبير جدا والعينين مفتحه عليه، فمحتاج برضه انك انت تدعم. اصل ما جاش بالدعم انت هتخسره في النهايه، لان ما عندكش البديل لعلي معلول. لما علي معلول لقيت على الاقل محمود وحيد موجود، ايمن اشرف بس مش عايزين ايمن اشرف بس ايمن اشرف خلاص راح في حته مزبوط. انت خلاص ظبطت قفلت معاك جزئيه الدفاع، فبقى عندك الاتزان بنون والقوه ايمن اشرف. يعني عماد النحاس وائل جمعه، يعني الفتره اللي احنا اللي خدها مزبوط. اللي خدها الاهلي عندك الطرفين خلاص، انت اديك هاني وعندك علي معلول، دلوقتي محمود وحيد حل، فتدعم علي محمود وحيد للحفاظ عليه، لانه مش من الصح، لانه اي لاعب لو قعد فتره اكيد هيتاثر انه مبتعد يعني. عشان بس وبالنسبه كمان لموضوع الدعم النفسي ده مهم جدا، والنهارده كان موسيماني يمكن من خلال التمرين كان ليه جلسه خاصه مع قفشه، يمكن ده كمان من النوع من انواع السبورت للعيب،
قفشة برضو بعض الانتقادات عليه في الفترة الأخيرة، ما بيقومش بدوره بشكل كويس، وبالتالي كان قاعدة مهمة كمان على مستوى التأهيل النفسي لمجدي قفشة، لأنه يعني أنا أعتقد أنه من اللعيبة المهمة جدا جدا في النادي الأهلي، وبيأثر في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا. استاذ محمد، انا بقى حضرتك انت كابتن هاني، لو شفت قفشة لما بيلعب في مركز 10 بتشوف انت حتى يعني شكل الفرقه عامله ازاي، لكن هو انا انت بتظلمه لما تلعبه يمين او ترميه شمال، يعني هو دي مش بتاعته، لكن لما بيجي لك في النص ها بتاخد منه جول. هو محتاج زي ما انت بتقول دعم، ومحتاج هو يهدى، يعني هو نفسه نفسه هو يهدى، يعني انت مش لازم تعمل كل حاجه في لعبه واحده. لا انت في ماتش الطلاع لو شفت في كام كوره الناس يعني انفعلت، رغم ان هو صنع الهدف التعادل، صحيح برضه صنع بشكل اكتر من رائع بصراحه. انا بكلمك اهو، رغم هو الناس بتزه، خلي بالك يعني ايه، ما تشوفش دي ها ما بتشوفش دي، لكن بتشوف حاجات تانية. فهو محتاج ايه، يهدى ويعود لاتزانه، لانه انا بقول اهو لعيب تقيل وعنده كوره، بس بقى ايه الكلام ده مرهون بمين؟ مرهون مش بنفسه هو، مرهون كمان باللي معاه، بالتحرك من غير كوره، بانه هو الكلام ده يبقى شغل مكرر ومحفوظ. وانت كده انا بقول لك ايه، احنا لما اتكلمنا قلنا الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها قلنا ايه، انك انت لما يبقى الجزء اللي قدامي حافظين بعض هتبقى طبعا اسهل، خلاص عارف بحطها ازاي وبرميها ازاي وعارف مين بيروح في الحته الفلانيه. فدي جزئيه مطالب بيها الجهاز الفني في الفتره اللي جايه. وقفشه لما بيركز وبيهدى بتاخد منه كوره، وتحركات اللي قدام بتبقى معروف وهم حافظين بعض بيبقى الشكل مختلف. فانت مطالب ان يا جماعه، عاوز اقول مش في ست شهور، مش عاوزين نقول، وقلنا جمله قبل كده، وقلنا بتبني ما بتبنيش في يومين، بتبني في فتره، ومحتاجه مع الضغط المتواصل انت ممكن تؤدي مباراه او شوط رائع جدا وشوط تاني مستواك ايه اللي ممكن تقدم مباراه يعني تكسر الدنيا، وممكن مباراه تانية الفرقه بتبقى بدون مستوى، لسه بقى العمليه ما سبتتش ما اتحفظتش، ده هياخد وقت وياخد مع استمرار اللي انت شايفه ده بقى مش هيجي مره واحده تصل للنقطه اللي، لكن في النهايه بيدوك منتج انك انت بتبقى بطل، يعني ايه بتاخد بطوله، بتقرب من البطوله اللي انت عارفها. فانت شوف انت بتلعب على كافه المستويات دي وعام مطالب، وتطلع من هنا والسافر وترجع مش عارف ايه وتروح الناحيه الثانيه، يعني عاوز اقول لك ايه، لا في جهد كبير جدا. واكيد الجهاز الفني واكيد موسيماني بعد سيمبا اكيد في حسابات كتيره هتغير في دماغه، واكيد هتبقى في رؤيه مختلفه ان شاء الله في المباراه. ونفتكر مع بعض كمان كان جزء مهم جدا على مستوى الاداره، اجتماع كان حتى خارج اسوار النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه واجتمع مع الجهاز الفني، كان جلسه عشاء وكان في جلسه خاصه مع موسيماني على مستوى بنقول تصحيح المسار الى حد ما. اعتقد ده كمان جزء مهم جدا، ان كمان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب في الاوقات متابع. في الاوقات كمان المهمه جدا بيتابع خلاص بيخبط بالظبط وبيصحح المسار بشكل او باخر، وده ان شاء الله باذن الله كمان اللي بتبقى رساله للمدير الفني، رساله لموسيماني، وبيبدا هو يفكر ولو يبدا يصحح يبدا يعيد حساباته، وده مهم جدا في خلال مشوار طويل زي ما حضرتك بتقول يعني. لا طبعا هو طبعا بص الكلام ده نظام متبع في النادي الاهلي على مدار مش دلوقتي، لا على مدار التاريخ، ونحن شفناه انه في لقطات بتطلب فيها تدخل رئيس النادي اللي هو المشرف العام على الكوره، بيتدخل بيوجه رساله سواء للعيبه سواء للجهاز الفني بشكل اخر، بس ممكن هو ما يوجهش الرساله للجهاز الفني، يعني هو ممكن يبقى عنده لجنه الكوره بتتكلم، هو عنده ناس متخصصين بيقدروا يتكلموا. اصل هو خلي بالك كابتن محمود الخطيب مش هيناقش مع موسيماني يعني انت بتعمل ايه؟ لا ده 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 ما اتكلم بالسياسه العامه والدعم الفريق اللي جاي معاك والكلام ده مش هتكلم فيه. سبورت ليه يعني؟ ملوش علاقه بالمساله دي بالظبط، ولم يسبق ولم يحدث من قبل انه في حد في الاهلي دخل في الجزئيه دي ولا يقرب منها، لانه عارف بيحترم الراجل اللي هو جايبه ومديله الثقه ومديله الامان ان هو مسؤول عن المكان. فاعتقد انه دي كانت رسائل وحاجات مهمه جدا، ودي الكلام اللي احنا بنقوله يعني كانت ناس بتزعل من حكايه المبادئ وبتضايقهم الحاجات الثوابت اللي يعني هي اللي استمد منها الاهلي قوته في على مدار تاريخه. ففي انت بتيجي نقاط معينه كده بتوجه رساله وبتاخد اللعيبه وتبعدهم بره وتتكلم معاهم وتشوف لو في مشاكل، لو سمع بتسمع، وده شيء كويس جدا، وده شيء يعني ايه محب انك انت بتفك الضغط النفسي، رغم نشوف جايين من بره فرحه كبيره جدا ونزلوا على طول ما فيش وقت
ما فيش راحه برضو. عاوز اقول لك ايه، لسه يعني المساله طازه، فالمفروض ده شيء متوقع جدا انه ممكن الكيرف بتاعك يريح شويه كده، فانت ازاي تروح عادل السفينه تاني عشان تمشي في طريقها الطبيعي. فبتحتاجها من الربان الكبير انه طبعًا يدفع طبعًا ويوجه، والناس اللي موجودين معاه ويدي رسائل، فده شيء كويس جدا ومن الحاجات اللي بيتميز بيها النادي الاهلي ومجلس ادارته. من الحاجات يمكن اللي اتكلمنا برضو عليها وهاخد راي حضرتك فيها برضو، ما اثير على اليو ديانج في الفترات الاخيره، في عروض وان اليو ديانج زعلان ان موسيماني ما بيلعبوش، وان جلاتا سراي جت بعض العروض من انديه تركيه. برضو اعرف راي حضرتك في الدوشه اللي حصلت. تركيا ولا اسبانيه؟ لا تركيا واسبانيه، وفي كمان من فرنسا. يعني في ناس كتبت كده كتير على وسائل التواصل الاجتماعي ان ديانج زعلان اولا، وان في جلاتا سراي بيكلموا معاه، وان في لا عرض فرنسي. ف دايما انا بحس انه بيدوروا على ثغره صغيرة يخشوا منها، ويبقى يحصل منها قصة كبيرة ممكن توصل للعيبة، ممكن توصل للجهاز الفني، ويبدأ عملية انه بيحاولوا يهزوا بس شوية في النادي الاهلي. هو طب حد يجيب لنا ورقة كده مكتوب فيها انه في عرض؟ مفيش عرض خلاص. طيب هو ديانج مش كان اساسي في ماتش سيمبا؟ ده كانوا الثلاثة في ماتش سيمبا، ولا كانوا اثنين اعتقد، وكان اكرم وديانج وحمدي فتحي، يعني كان اساسي في ماتش الطلايع. ما ده السؤال اللي انا قلته لحضرتك، قلت لك انا اشفق على موسيماني انه عنده فريق كله يعني الغالبيه جاهزه يشارك بمين ويلعب بمين. هنا بتبان يا كابتن هاني شخصيه المدرب، قائد السفينه، قوه الشخصيه وقناعته وقدراته على اقناع اللي معاه، انه لما بيختار التشكيله شايف انه هو دي التشكيله المناسبه للفريق اللي يقدر يستطيع انه يحقق الفوز. لما تحصل نتيجه غير كده يبقى هو عنده فرصه انه يبدل بعد. لكن المساله انه الرامي الكلام اللي هو مثلا ديانج، طب يا جماعه انتوا سالتوا ديانج مثلا، ولا هو بعت لكم رساله ان انا زعلان شوفوا لي حل مع موسيماني؟ ما هذا برضو دي حسابات عشان ما شاركوش في مباراه. طبعا ديانج الموسم اللي فات كان الشكل مختلف، ربما يكون المدير الفني رؤيه اخرى، بيلعبوا مباراه بيريحوا مباراه ثانيه بيديله فرصه. طب هتشوفوا في ماتش مثلا فيتا كلوب مثلا ممكن يبقى الاساسي في المباراه، يبقى هنا المساله الزعل انتهى ما بين الاثنين. لا ما اعتقدش، دي بتبقى الرؤيه الفنيه للمدير الفني، وهو مسؤول عن قراراته عن اختياراته وهو اللي بيتحملها في النهايه. لكن ايه، هنا في متابعه، في لجنه تخطيط بالظبط مسؤوله بالظبط، في رئيس نادي اصلا كوير برضه ليه نظره وبيتابع، يعني مش بيتفرج وبس، لكن ما يتدخلش يقول ايه اللي بيحصل. يتدخل لما تبقى في حاجه على المستوى الفريق بصفه عامه، لما يبقى في مشكله، اذا كانت في مشكله لانه في مدير كوره يعني عايز اقول ايه، في تسلسل في المساله طبيعي. فمساله ديانج الكلام كتير عليه والضغوط عليه كتيره جدا، ومش هتهدى الامور غير لما ديانج ده يا اما يمشي يا اما، وده مش هيحصل في الاهلي بعد لسه مجدد. لان عايز اقول لك يعني ديانج في وقت من الوقت هيبقى هو القائد في نص الملعب. ده حقيقي، انا اتفق معاك. ويمكن كان زي ما انت قلت النادي الاهلي بيدار يعني بكل الملفات، كل واحد عنده التخصص بتاعه، ولجنه التخطيط ما شاء الله بتقوم بدور اكتر من رائع. يمكن جددت مع نجوم زي ديانج، زي الشناوي، زي علي لطفي. يعني احنا محصنين كمان لاعبتنا بشكل كويس جدا، رغم ان كان لسه ديانج عنده عقد ممتد، لكن بتحصنه لانه لعيب مميز ولعيب كبير جدا. فاحنا مش قلقانين، لكن يعني البعض بيحاول ان هو يخش في جزئيات ممكن تهز استقرار الفريق. انا بلوم على حاجه يعني، هي دي النقطه، مش انه بعض الاعلاميين انا بحترمهم، لكن في البعض فيهم يعني يتكلم صراحه على انه ديانج تلقى عرض وبتاع والكلام ده، وهو ما عرفش يعني حتى لو كان عنده انتمائه، لما تبقى القضيه خاصه بلاعب عنده في على الطرف الثاني يدافع وينكر كل الامور ويحاول يبين انه المساله ما فيش حاجه والناس كلها بتفتقت على المشهد بصفه عامه. فعاوز اقول انه الواحد لما بيجي يتكلم لابد يكون عنده ضمير في التناول. اذا كان عندك معلومه وعندك صوره من العقد، او انت حد كلمك قال لك انت الواسطه مثلا عشان تجيب العقد، يا ريت تطلعه عشان تريح نفسك، عشان ما حدش يقول لك انك انت ايه لك هدف في المساله. فالمساله لا، المساله ما بقتش يا جماعه انك انت تدور على خبر غير مبرر عشان تبقى. لا، ما انت كده بتظهر، لانه المشاهد او القارئ او المستمع خلي بالك ما بينساش، ده بيفتكر كويس جدا وعارف انك انت كتبت ايه وقلت ايه النهارده، وبعد بكره انت قلت لا طيب. خلاص هو علم عليك. فالمساله كده داخله في سكه ايه، انك انت يا اما بتضرب استقرار يا اما بتعمل مشاكل. لكن في الغالبيه انا بقول له الاهلي ما بيتاثرش بالكلام ده، لانه عنده القدره على انه يقفل على فرقته ويحافظ عليها بصوره او باخرى.
ان شاء الله كل التوفيق لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله مع بيتا كلوب يوم السبت. نروح على المستوى الملف الدولي، نبدا بالخبر اللي كان معانا في الانترو وخلاص، يعني الاولمبيات على الابواب وكل الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل بتطالب. يمكن اللجنه الاولمبيه قالت ان كل الفرق الموجوده او كل اللاعبين اللي هيسافروا لازم يكونوا واخدوا لقاح فيروس كورونا. عندنا منتخب اعتقد منتخب قوي جدا، كابتن شوقي غريب بعد طبعا فوزه بالبطوله الافريقيه يعني اقدر اقول محظوظ، لان معظم اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي بيلعبوا مع انديتهم بشكل مباشر وكلهم نجوم، يعني احمد ياسر ريان، بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على عمار حمدي، بتتكلم على ابو الفتوح، بتتكلم على اكرم توفيق، بتتكلم على بيكهام، يعني لعيبه كلها ما شاء الله اساسيين في انديتهم، وبالتالي ان شاء الله باذن الله طموحاتنا بقى ميداليه يعني باذن الله في الاولمبياد يعني. لا طبعا، هو طبعا القرعه بتاعه الفرق اللي تاهلت الاولمبياد هتبقى في شهر 4 على ما اعتقد في ابريل، واكيد الكابتن شوقي مقدم برنامج استعداد يعني للبطوله بشكل كويس جدا، يعني ربنا يعينه ان هو يستطيع ان هو ينجح ان هو ينفذه في ظل الظروف طبعا، مع فرق سواء تروح هنا وانت تسافر بره، لان طبعا كله انت شايف الاجراءات والاوضاع، لانك انت ممكن تحدد الالعاب مع فلان وفلان وفي الاخر ما تقدرش تتحصلش غير عليه، زي ما حصل مع منتخب اليد، المدير الفني طلب 32 مباراه على استعداد لكاس العالم، في الاخر انتقل لعب مباراتين مع اليابان. يعني عاوز اقول لك شوف الظروف قفلت ازاي، يعني برضو ايه، ورغم ذلك ادى المستوى وصلنا يعني سابع العالم. لكن كابتن شوقي اكيد عنده يمتلك فرقه مميزه عندها امكانيات مستقبل الكره المصريه ان شاء الله، نفسنا نشوف عدد من اللعيبه دي محترفين يعني خارج الدوري المصري، نفسنا يكون عندهم فرصه ان هم يقدموا كل امكانياتهم في البطوله، لان كله يتفرج عليهم ويشوف. كمان ان النهارده يمكن ليفربول عمل تصريح النهارده إدارة ليفربول، ما حدش كلمنا على مسألة الاستعانة بمحمد صلاح، ولو انتوا يا جماعة عاوزين تتكلموا لازم تكلمونا عشان نقعد مع بعض عشان نتناقش ونشوف هنقدر نحلها ازاي. النهارده تصريحات رسمية النهارده من على موقع الرسمي ليفربول ايكو، كمان يعني التناول بالمسألة يعني ازاي، كمان هتبقى الرؤية واضحة، هل هتاخد كل عناصر، تاخد ثلاث عناصر كبار، يمكن كابتن شوقي يمكن صرح برضو من يومين قال انه محمد شناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر هيبقى اساسي عنده برضو في ضمن التشكيلة الكبيرة اللي هتتضم، وبعد كده يكون الاختيار مين اللاعب الثالث اللي هياخد او ممكن يكتفي. انت من رأيك ايه؟ يعني لو نختار انا وانت كده، لو الاولمبياد خلاص على سفر، تختار حاليا دلوقتي في الوقت الحالي ثلاث لعيبة فوق السن او من اللعيبه الكبار، تختار مين مع كابتن شوقي، او كابتن شوقي يختار مين يكون موجود معاه في الاولمبياد؟ خلاص هو حدد اثنين، هو حدد اثنين خلاص كده ماشي، هو يعني حدد هو محمد الشناوي ومحمد صلاح يعني. طب الثالث ما اعرفش، الثالث ممكن ما اعرفش هل هو حابب يجيب هنا من الدوري المصري ولا يفكر في حد من اللي بره، يعني مثلا ممكن يفكر في تريزيجيه مثلا، يعني شايفه هيكون افاده عنده كجناح مثلا يحل له مشكله، برضه وجوده مع صلاح برضه الاثنين برضه لعب اكتر من مره. تفتكرش ممكن على مستوى مثلا خط الدفاع احمد حجازي على سبيل المثال؟ ممكن يكون مفكر برضه صح، لانه ماشي بشكل اكتر من رائع كمان طبعا، بيدي في اتحاد جده السعودي برضه من الحسابات اللي مطروحه. انا مرت عليا اصل الحسابات ديت انت ما كان معاك صلاح بالظبط؟ لا انا كان صلاح كان في الفرقه لسه ما كانش بالظبط، لا لكن كان ثلاثه، كان انا كنت بفكر، ولما فكرت احمد فتحي كان بفكرت دايما، هقول لك الفكر بيجي ازاي، انك على الاقل بتاخد يعني بيبقى فيه شويه مش هقول ظلم، لكن بيبقى شويه من الناس اللي طبعا مشيت المشوار بشكل كبير جدا، والمشكله كمان ان عدد البعثه بيكون قليل، 18 لعيب، فدايما بتفكر في كل خط تجيب مين احسن واحد، فطبعا كان احمد الشناوي طبعا كان ساعتها هو في فرقتنا، كان متالق جدا مع عصام الحضري، وكان نفسه عصام الحضري اكيد يشارك، لكن كان احمد الشناوي متالق، فما خدتش حارس مرمى، لكن خدت مثلا في خط الظهر كان احمد فتحي، خط النص طبعا كنت خدت ابو تريكه، والخط الامامي خدت عماد متعب، فما كانش بقى في محترفين يعني ظاهرين زي محمد صلاح دلوقتي وتريزيجيه واحمد حجازي، وبنتكلم على النني، ما كانش كل ده ما كانش موجود، فالتفكير المدير الفني بيختلف طبعا من مدير فني لمدير فني واحتياجاته في الملعب، لكن رؤيتك ان الثلاثه اللي هنكون موجودين خلاص محمد الشناوي، انت خلاص قلت انا خلصتهم خلاص. يعني ده رايك، يبقى الشناوي وحجازي طبعا خلاص كده، في الغالب دي برضه هتبقى في حساباته، الا اذا كان هو، لانه برضه انت لما يعني يبقى عندك عنصر خبره برضه في خط الدفاع طبعا وعنصر خبره في حراسه المرمى
وعنصر خبره طبعا الكبير قوي اللي بيديك السخاء قدام ماشي، فبرضه بيدي للناس اللي موجودين في الملعب برضه بيخليك واقف على ايه. طبعا انا افتكر لما كان ابو تريكا وموجود واحمد فتحي وعماد متعب، الادوار الرائعه اللي قاموا بيها مش بس في جوه يعني المستطيل الاخضر، لكن على المستوى بره، وازاي لموا اللعيبه بشكل اكتر من رائع، واللعيبه كانت بتبص لابو تريكا فخوره ان ابو تريكا موجود معاه وعماد متعب واحمد فتحي لعيبه كبار. فالنماذج الناجحه ديت كمان بتادي ان اللعيبه في الوقت الصعب بيلموا بعض كويس، يكون معاهم نموذج. محمد صلاح لما يكون وسط الفرقه اللعيبه الصغيره دي شايفه محمد صلاح فبتاخد طريقه، فده لا طبعا لا على طبعا حتى النواحي المعنويه اكيد بتفرق جدا بتدي جدا بتدي طبعا وبتدي ثقه وبتكلم معاه وانت نفسك مع حد كده عنده الخبرات دي كلها، برضه هيبقى شيء كبير جدا بالنسبه له. واعتقد انه في فرصه انك انت تدي لمحه برضه عن الكره المصريه. احنا زي ما انت احنا تراجعنا فتره على الصعيد الافريقي خلاص، وعندنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا برضو مجموعة من اللعيبة اللي هتكون امتداد للمنتخب الأول، انك انت تبقى موجود انت كمان، دول هيبقوا رافد أساسي لدعم المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم، وده الهدف الأساسي. وأمم أفريقيا اللي جاية في الكاميرون محتاج تروح فيها وتروح فيها المسافة بعيدة، ترجع بيها هيبتك اللي تراجعت بصورة من بعد 2010. فأعتقد كل الكلام ده شيء كويس جدا. وكمان خلي بالك في جيل من بعديهم كمان، لكن سوء حظ اللي لازم بتاع كابتن ربيع ياسين برضه، مجموعه من اللاعبين المركزين برضه اللي يعني معلش برضه هيبقى لهم دور ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لكن عايز اقول لك في حاجه كويسه اتعملت، في شكل كويس، في صحيح. في مستقبل يعني واضح وامل كبير انك انت يبقى عندك فريق قوي جدا ومنتخب قوي ان شاء الله باذن الله. وبمناسبه طبعا الاجيال والمنتخبات، اكيد المنتخب الاول بقياده الكابتن حسام البدري عنده كمان ماتشين كينيا وجزر القمر، يعني احنا كينيا وجزر القمر طبعا بالزبط. كينيا وجزر القمر هنا، كينيا هناك، العوده بعد ما تعادلنا هنا في القاهره في اسكندريه 1-1، وهيبقى عندك ماتش العوده مع جزر القمر. خلي بالك ماتش كينيا ده في غايه الصعوبه ومهم جدا لحسم ان شاء الله باذن الله تعالى. الاختيارات لغايه دلوقتي يمكن حاجه نقطه المحترفين، ويمكن كان في خبر ازعجني شويه النهارده لسه وكنت بتكلم فيه دوت يمكن من اكتر من شهر، ان هل وارد يكون في مشكله في استدعاء اللعيبه وخاصه في البريمير ليج نتيجه الحجر الصحي بعد عودتهم من السفر على المستوى على مستوى القاره الافريقيه؟ هل ده ممكن يحصل ويعطل الكابتن حسام البدري شويه؟ والكابتن حسام عليه من دلوقتي حتى ان شاء الله نتمنى ما يحصلش، لان كل اللعيبه مميزه جدا طبعا على راسهم صلاح والنني، لكن تفتكر ان من الواجب دلوقتي ان كابتن حسام يفكر في البدائل ويفكر ان ورست كيس، يعني في اسوأ الفروض دول ما جوش يبقى عنده مجموعه مستقر عليهم من دلوقتي؟ هو عنده الدايره حوالي اكتر فيها 40 لاعب يا كابتن هاني، 40 لاعب من ضمنهم المحترفين، يعني محترفين ست لعيبه. قول مثلا احمد حجازي الامر بالنسبه له برضه مختلف شويه عن صحيح. عن النني وصلاح، عن النني وتريزيجيه وصلاح. ادي ثلاثة، واحمد حجازي، احمد حسن كوكا ومصطفى محمد يعني مصطفى محمد، وادي كوكا وادي حجازي، ثلاثة على الاقل ممكن يبقوا موجودين لو الامور يعني اصبحت فيها مشكلة بالنسبة للدوري الانجليزي، يعني محترف الدوري الانجليزي هو مشكلة. لكن اعتقد هيبقى في مراسلات وخطابات طبعا مع اتحاد الكوره أكيد لحسم الامر، لانه برضه مباريات دوليه ومهمه جدا، واللاعب نفسه برضه هيبقى يعني اكيد لما يتم اختاره بالامر ده. وانت عارف انه هناك برضه المساله، لما انا بقول لك النهارده التصريحات اللي على الموقع الرسمي ليفربول بيقول لك انه ما حدش كلمنا وما حدش فتحنا في الموضوع، وانت لسه شوف البطوله، يعني البطوله امتى هتبقى؟ في يوليو وهتكمل في شهر 8، لأن الفترة دي هتبقى فترة إعداد أندية الدوري الإنجليزي، استعدادا للموسم الجديد اللي بينطلق في 14 أغسطس هي. زي كل سنة، يعني خاصة إن هم السنة دي الوضع مختلف، لكن هم عاوزين يرجعوا للنظام القديم بتاعهم لأنه اضطروا لبتاعهم، موسم مضغوط برضو بالنسبة لهم. فأعتقد إنه برضو الحسابات دي هتبقى موجودة. مباراة كينيا مباراة صعبة جدا أكيد، كابتن حسام عارف الكلام ده هو وجهازه الفني، أكيد في اتصالات مع اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية لبحث الموقف وبدء المراسلات لمثلا ليفربول والأندية المحترفة بقى اللي فيها اللعيبة لأخذ رأيهم وحسم الأمر، إزاي يتم تجاوز
المرحله دي، لانه مثلا لعبها وتواجدها في مباراه دوليه ومباراه مهمه، لا شيء اكيد هتبقى في الحسابات يعني ان شاء الله. لكن لو حصلت الفنيه، الحسابات الفنيه احنا عارفين طبعا مصر متصدره بثمان نقاط، جزر القمر بنفس عدد النقاط، فرق الاهداف لصالحنا. في المركز الثالث كينيا بثلاث نقاط، وطبعا يتزايل المجموعه توجو بنقطه واحده. على المستوى الفني شايف حضرتك ازاي المباراتين دول؟ لانهم مباراتين المسافه ما بينهم قريبه جدا يعني. لا مباراه كينيا بقول لك هي ممكن تريحك. يعني ايه مباراه كينيا؟ انت رحت طبعا هتبقى يعني جاهز ومستعد انك انت بتبحث عن الفوز، عملت حققت الفوز، يبقى خلاص انت خلصت يعني الامر بالنسبه لك ورجعت مطمئن واتحسمت لقمه المجموعه، وتبقى مباراه جزر القمر تحصل حاصل هنا في القاهره، مع انه جزر القمر عملت معاك مباراه طيب كبيره جدا طبعا هناك واتفرجنا عليها وشفنا. لكن انت بامكانك في كينيا اللي هي، لكن كينيا هتلعب للشهره وهتلعب انها تعمل نتيجه ومفاجاه، وهي عملت معانا مباراه قويه جدا هنا، احنا ما كناش اللعيبه ما كانتش بتظل الظروف اللي احنا شفناها، ما كانش في حالتهم الطبيعيه، وتعادلنا بصعوبه جدا رغم انه يعني هدرنا اكتر من فرصه، هم هدروا اكتر من فرصه صحيح. فاعتقد ان المباراه برده مش هتبقى سهله، برده هيدور لما انا يعني اكسب برده بحجم منتخب مصر واعمل له مشكله، بتبقى برده شيء برده مختلف خالص على بالنسبه يعني مختلف خالص بالنسبه له، انه بتعمله تحطه برده في الصوره انه برده فرقه كبيره وعندها امل وان اللي حصل لها ظروف والكلام ده. فانت مطالب انك انت رايح كينيا بهدف واحد زي ما عملت مع توجو، انك رايح تكسب هناك، كسبت هناك ان شاء الله يبقى انت كده كسرت الحاجز. ده الشيء المهم، اي فريق عاوز البطل دايما لابد انه يبحث على انه يفوز خارج ملعبه، لانه هو ده اللي بيصنع الخبرات والقوه والتحمل والقدرات، وخلاص ما عادش المبررات كابتن هاني، خلاص درجه الحراره والطقس والرطوبه والكلام ده ما عادش الناس تخبره في ظل الاحتراف وظل الامكانيات الماديه الهائله، انه خلاص انت لعيب محترف شغلانتك الكوره، فلازم تبقى عندك القدره على تحمل مثل هذه الضغوط واظهار امكانياتك بسرعه. فاعتقد انه مباراه كينيا حسام بدا يبقى حريص جدا هو الجهاز الفني على انه يرجع من بيسران خاص، من طلب طياره خاصه والدوله بتوفرت كل يعني صحيح. تاخد طياره خاصه وتسافر ومريحين في الاخر ما تجيبلوش ثلاث نقط يعني ده يعني لا طبعا بنعمل لكم ايه تاني؟ اكيد اكيد على مستوى اسم مصر اكيد لا طبعا يعني طبعًا. انت لو بصيت للمجموعه كلها مع احترامي طبعا يعني كانت حسبت يعني انت بس عايز اقول لك ايه، يعني انت الماتشين اللي حسب يعني ماتش توجو ذهاب واياب ريحوا الدنيا بالظبط، يعني ايه لما اللعيبه فائت ها ريحت الدنيا واعصابك ايه، يعني الماتش بتاع توجو والعوده هناك ما حدش كان متوقع حصلت النتيجه ماشي، وخدت الروح بتاعه صعود الاهلي والزمالك لنهائي افريقيا، فكانت الصوره واضحه، الدفعه كانت معنويه، فحصل ما حصل. لكن عاوز اقول لك مباراه كينيا برغم يعني احنا ما شفناش منتخب كينيا بعد ما تعامل يعني لعبناه، لكن اعتقد بقول لك انه فرصه كبيره جدا. طب على مستوى الاختراق تفتكر يا استاذ محمود ممكن نشوف ثلاث اربع لعيبه جديده افرزها الدوري للكابتن حسام البدري، ولا يعني المجموعه معروفه وال... لا. لا لا مفيش جديد الوقت مش هيبقى عنده ما عندوش وقت يعني هي نفس العناصر، اعتقد هيختار نفس العناصر ويختار نفس اللعيبه اللي هم خلاص هم يعني انت ايه انت كمدير فني بيبقى عندك لعيبتك اللي انت ايه يعني يعني خلاص حفظت دماغك وحفظت انت عايز ايه منهم في الملعب والكلام ده، هتيجي دلوقتي تشيل واحد الا اذا كان بقى في ظرف اضطرار يعني اضطرتك الظروف انك انت ما عندكش بديل فهتجيب حد تحطه يعوض لك البتاع، لكن انت يبقى عندك برضو انت بتفضل يعني في مدربين بتفضل انه لاعب مش يعني لا ده بيأدي ثلاث ادوار يعني بيلعب في كذا مركز في نص الملعب وبعدين بيروح قدام فكده بيريحك، وده بيبقى في المنتخب لازم يبقى عندك لعيب الجوكر اللي هو ما يبقاش يعني خلاص في الجزئيه دي وخلاص ما يعرفش، لا عشان بيقدر يأدي لك لان ممكن المباراه تحصل طرد فبتعرف تضم وتعرف تلم وتعرف تدخل فلان، وانت برضو عندك في حساباتك والسيناريو بتاعك برضو دارس توقع السيناريوهات الأسوأ والسيناريوهات الافضل والكلام ده اللي احنا عارفينه. فاعتقد ان هو هيبقى دلوقتي انا هدفي الاساسي ايه؟ ان انا اتاهل بالظبط، تاهلت يبقى انا نجحت في اول خطوه، بعد ما اتاهل بقى اقول يا جماعه طيب احنا طموحنا ايه في الكاميرون؟ طموحنا ان احنا ان شاء الله طموحات مصر دايما الوصول للمباراه النهائيه، المباراه النهائيه فوز بالبطوله. طيب كويس ان الاتحاد الافريقي اتراجع بعد ما كان هيلعبها في شهر 6 و7 كنا نروح هناك نبعز الدور الاول، رجعوا تلعب في شهر ايه؟ 1 فبراير اخر فبراير لغايه مثلا 14 او اول يناير او 12 يناير او 15 يناير لغايه اول فبراير، فده رجعت برضو للمنطق الطبيعي بتاعك، لانه برضو في اختلاف المواسم الامطار ودرجات الحراره، الناس كانت بتقول لك ده تنزانيا احنا عندنا برد، تنزانيا بيقول لك درجه الحراره معديه 30، فانت مش يعني ازاي يعني دي حاجات طبيعيه وانت كده عارف ودارس، فالمفروض كنت تسافر ايه؟ سافرت بدري
فهتاخد شويه تصحى بدري شويه كده وتتعود على الجو. فاعتقد انه ايه انك تتاهل الاول، وبعد ما تتاهل هيبقى الطموح بقى الاكبر بقى اللي هو الاصعب اللي هو مشوار كاس العالم 2022. ده بقى حساباته هتبقى ايه؟ حسابات مختلفة جدا، وتبقى طبعا يعني مرحلة أولى وبعد كده قرعة وبعد كده من الهيسة. مشوار طويل. مشوار طويل لكن كل التوفيق طبعا لمنتخبنا في المشوار الأفريقي في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله كل الأمل بقى أكيد في كأس العالم اللي جاي بإذن الله. أستاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك، شكرًا جدا. دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير. بعد الفاصل سهام وأسرة أهلاوية، معها طبعا عمر ياسين لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي، وكمان نور ياسين لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي سابقا، موجودة في البيت الكبير مع سهام بعد الفاصل.